شحاده بنته بالطريق وعم يشحده، ومرق مهندس قام لفت انتباهه البنت وعجبته، راح لعند ابوها وقال له انا مهندس وبدي اطلب ايد بنتك. قال له الاب موافق بس على شرط، بدك تشتغل معنا 3 ايام شحاد مشان ما يجي يوم وتقول لبنتي انك بنتي شحاده. وافق المهندس واشتغل معهم، وباليوم الثالث اجت البنت ولا شافت المهندس قاعد عم يبكي، قالت له اصبر لك شوي ضل هاليوم. قال لها ولك انا ما عم ابكي لاني عم اشحاد، انا عم ابكي لاني ضيعت كل هالسنين من عمري بالهندسه. انظروا كيف يسرقون عند العرب. بالله أخبرني كيف تتم السرقة عندكم أنتم العرب؟ السرقة عندنا كيف سأشرح لك؟ انظر هناك، انظر إلى ذاك المشروع. ماذا؟ أي مشروع؟ نظر الأجنبي فلم يرى شيئا صحراء قاحلة فقال لا أرى شيئا صحراء فقط، عن أي مشروع تتكلم؟ هذا بالضبط. ما الذي تقصده؟ لم أفهم. أترى ذاك المشروع أو تلك الصحراء لحد الآن كلفت 100 مليون